الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية البط الأبيض في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل جل عنا كل خير. البط الأبيض الذي يظهر في منام الرجل الغير متزوج يكون من علامات اقتراب الزواج والارتباط من فتاة صالحة، والله أعلم. يشير البط الأبيض إلى الرزق الحلال القادم في الطريق لصاحب الرؤيا. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله إن البط الأبيض الكبير في المنام يدل على حصول صاحب الحلم على ثروة كبيرة ومكافأة مالية غير متوقعة قادمة إليه الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. البط الكبير يقول عنه الإمام ابن سيرين من علامات ظهور فرصة سفر جيدة وعمل جيدة تظهر أمام صاحب الحلم الفترة القادمة. يشير البط الكبير في الحلم لدى الرجل المتزوج إلى الزوجة الصالحة الموجودة في حياته. البط الكبير في المنام أيضا يشير إلى البركة في حياة صاحب المنام بشكل عام، سواء في العمل أو في الحياة الاجتماعية. البط المذبوح في منام الشخص الذي يعاني من الحزن والغم فترة طويلة من الوقت يكون من علامات انتهاء هذه المشاكل، والله أعلم. يشير البط المذبوح في منام البنت العزباء على اقتراب الزواج والارتباط الرسمي لها في القريب العاجل. البط المذبوح لدى الشاب يكون من علامات الزواج من بنت صالحة تحمل الكثير من الصفات الحميدة، والله أعلم. فراخ البط في المنام تكون من علامات تعدد الذرية الصالحة التي سوف ينجبها صاحب المنام. فراخ البط في منام المرأة الحامل دليل على إنجاب هذه السيدة مولود بصحة جيدة، سوف يكون سبب تغيير إيجابي في حياتها. رؤية فراخ البط في حلم المتزوجة دليل على حدوث حمل لها قريب، والله أعلم. البط الأسود لدى المرأة الحامل يكون من علامات تعرضها للمشاكل الصحية في الفترة القادمة. يدل البط الأسود لدى الرجل بشكل عام على تعرض هذا الرجل لخسائر مادية في الفترة القادمة. يدل البط الأسود في منام المطلقة على وجود رجل يطمع فيها وعليها الحذر من التعامل معها، والله أعلم. شراء البط في المنام قد يكون من علامات ترك المنزل الحالي والانتقال إلى منزل آخر أفضل منه، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.